الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 11 في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن الحب في كتاب الله سبحانه وتعالى. بدأنا نتكلم قبل درسين عن حب الإنسان للإنسان، وحديث الباري سبحانه وتعالى عن ذلك، وأوضحنا أن حب الإنسان للإنسان في أصله ثمرة لحب الله عز وجل. وقلنا إنما نتحدث في هذه الدروس عن المؤمنين بالله، الإنسان الذي استقر الإيمان بالله عز وجل في قلبه. هذا الإنسان وأمثاله، حبه لإخوانه في الإنسانية إن كانوا مسلمين أو غير مسلمين كما قلنا، ثمرة في الأصل لحب الله عز وجل. أوضحنا ذلك وذكرنا الأدلة على هذا، وقلنا أما الإنسان الذي يحب أخاه في الله، يعني يحب أخاه المؤمن أخاه المسلم، فواضح جدا أن حبه له ثمرة مباشرة لحبه لله عز وجل. طيب، وأما حب الإنسان لأخيه في الإنسانية ربما لم يكن مسلما، ما هو مصدره؟ المفروض أيضا أن يكون حبه أيضا لله عز وجل، وذكرنا الأدلة على هذا. نعم، الباري عز وجل أمرنا أن ندعو هؤلاء الناس إلى الله، وأن نسعى جهد استطاعتنا لإدخال قبس الهداية في قلوبهم، وهذا لا يتأتى إلا ممن يغار على أخيه في الإنسانية، وممن لا يحب أن يراه يوم القيامة وهو حشو جهنم وقد قضي عليه بالشقاء الأبدي. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على الرحمة به والحب له. وقلنا إن دين النصيحة، والباري سبحانه وتعالى أمرنا بالنصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامة الناس، ولا يمكن أن ينصح الإنسان من يحقد عليه. الإنسان إذا حقد على آخر لا ينصحه، نعم، بل يزجه في مزيد من التيه كما هو معلوم. نعم، ثم قلنا طيب، والبغض في الله، نعم، أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والحب في الله والبغض في الله، هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أجبنا عن هذا فقلنا أن تبغض في العاصي معصيته، هذا هو، نعم، أوثق عرى الإيمان، لا ذاته وشخصه، نعم، تبغض فيه معصيته، وطبعا باعتبار أن المعصية ملتصقة به فهي عرض من أعراضه، إذن البغض يسري إليه، لكن يسري إليه بسبب معصيته. والدليل على هذا أنه عندما يقلع عن المعصية، سواء كانت المعصية كفر أو غيرها، بمجرد أن يقلع عن كفره أو عن عصيانه يصبح من أحب الناس إليه. إذن كانت كراهيتك له كراهية لعصيانه، نعم، كما كان يقول سيدنا لوط لقومه: إني لعملكم من القالين، يعني من المهاجرين من المبغضين. نعم، طيب، هذا ما ذكرناه باختصار في الدرسين الماضيين، نعم، أثناء رمضان. طيب، الآن في إشكال
يرد على هذا الكلام. رب قائل يقول: طيب إذا كان الأمر كذلك، يعني ينبغي للإنسان أن يقوده حبه لله إلى حبه لعباد الله جميعا، المؤمن والعاصي والكافر، طيب إذا لماذا شرع الله عز وجل الجهاد القتالي للكافرين؟ وهذا شيء معروف. نعم، والجهاد ماض إلى يوم القيامة. نعم، فما الجواب عن هذا السؤال؟ هذا إشكال. الجواب أيها الإخوة، نقول باختصار، هو أنه ذهب جمهور الفقهاء، يعني المالكي والحنفي والحنابلي، وهو رأي عند الشافعية أيضا، إلى أن الجهاد الذي شرعه الله عز وجل وأمر به المؤمنين ضد الكافرين ليس لإلزامهم وإجبارهم على الإسلام، وإنما ردا للحرابة. نعم، الجهاد الذي شرعه الله عز وجل عند جمهور الفقهاء ما عدا الشافعية، نعم، سببه ردع عوامل الحرابة. نعم، عندما نجد أن الكافرين يتربصون بنا الدوائر ويخططون للقضاء علينا أو للإساءة إلى إسلامنا، فيجب أن نبادئهم ويجب أن نبادرهم. لماذا؟ ردعا لعدوانهم وردا لحرابتهم. الواقعة أو المتوقعة، يعني المخطط لها. وهذا الموضوع له تفصيل طويل الذيل، ولكن باختصار نقول الدليل الذي اعتمد عليه الجمهور في هذا جملة أدلة كثيرة. نعم، كنت قد ذكرتها في كتاب الجهاد في الإسلام كيف نفهمه وكيف نتعامل معه. نعم، من أهم الأدلة على ذلك قول الله عز وجل في سورة البقرة: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وسورة البقرة من المعلوم أنها من السور المدنية، والتي نزلت يعني في أواخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وقد ورد أن سورة البقرة من أواخر ما نزل: فأحلوا حلالها وحرموا حرامها. نعم، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أو كلام عفوا بعض الصحابة. كذلك الآيات التي نزلت في صدر سورة الممتحنة والآيات التي نزلت بعدها، لا أقول استدراكا وإنما تفصيلا وبيانا. افتتحت سورة الممتحنة بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة، إلى آخر الآية. نزلت هذه الآية متى؟ بمناسبة فتح مكة، يعني بأواخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسببها أن واحدا من الصحابة علم أن رسول الله يخطط للتوجه إلى مكة فاتحا، فأرسل رسالة، نعم، سرا إلى أناس من زعماء قريش يخبرهم فيها بما عزم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنبأ الوحي حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، فأرسل عليه الصلاة والسلام المقداد بن عمرو وسيدنا علي رضي الله عنه،
فأنبأهما أن الضعينة في طريقها إلى مكة وسيجدانها في المكان الفلاني أظن عند روضة خاخ، معها كتاب، خذوا هذا الكتاب منها. نعم. فأدرك هذه الضعينة فعلا، والخلاصة أنهم استخرجوا هذا الكتاب من عندها وأخذوا هذا الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا به من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من أهل مكة يخبرهم بما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يعزم عليه. بهذه المناسبة نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إلى آخر الآية. ولاحظوا بالمناسبة أيها الإخوة أن هذا الذي فعله حاطب بن أبي بلتعة لم يخرجه من دائرة الإسلام، والدليل أن الله عز وجل خاطبه وخاطب أمثاله بقوله: يا أيها الذين آمنوا. طيب، هذا الذي أنزله الله عز وجل على رسوله كان بمناسبة ما فعله حاطب بن أبي بلتعة. ينهى الباري عز وجل المسلمين أن يوالوا الكافرين، موالاة الكافرين يعني أن يتخذوا الكافرين أولياء لهم تبعا لهم، كما هو شأن كثير من المسلمين اليوم. نعم، يتخذون من الكافرين أولياء لهم، يتبعونهم في أوامرهم نواهيهم تعليماتهم. طيب، هذا الكلام يوهم أنه إذن ينبغي أن نقف في وجههم وأن يكون موقفنا منهم موقف المحارب دائما. فاتحة السورة توحي بهذا المعنى. فجاء البيان الإلهي فيما بعد ماذا قال بعد آية، قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. طيب، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. إذن فالبيان الإلهي نفى من أذهان الذين يقرؤون فاتحة هذه السورة ما يمكن أن يتصوروه من أن المطلوب من المسلمين أن يقفوا دائما موقف المحاربين والمقاتلين من هؤلاء الكفرة. فإذا جاز التعبير نقول استدرك، لا نقول استدرك، لكنه بين وأوضح أن هذا ليس هو المعنى المراد. لكن ما ينبغي أن توالوهم، وما ينبغي أن تفعلوا فعل حاطب بن أبي بلتعة، هذا غير جائز. طيب، كذلك من جملة الأدلة التي استند إليها الجمهور أنه عندما تم صلح المسلمين عام الحديبية، صلح المصطفى صلى الله عليه وسلم مع مشركي مكة، فئة من المشركين انحازت فدخلت في حلف من المشركين، وفئة أخرى وهي قبيلة خزاعة دخلت في حلف المصطفى وهم مشركون. والمصطفى صلى الله عليه وسلم التزم بحمايتهم ورعايتهم ورد الأذى عنهم وهم مشركون. وأصلا سبب الفتح ما هو؟ الخيانة التي بذرت من بعض مشركي يعني مكة في حق قبيلة خزاعة. نعم، بيتوا قبيلة خزاعة بغارة فوجئوا بها وقتل عدد من مشركي خزاعة الذين كانوا قد دخلوا في حلف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءوا يشكون إلى رسول الله ما فعله بعض مشركي قريش. فكان هذا هو السبب
في توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة للفتح، لأنه خلص المشركون خانوا وثيقة العهد المتفق عليها بينهم وبين المسلمين. المهم أن جمهور المسلمين ذهبوا إلى أن الجهاد الذي شرعه الله عز وجل وألزم به المسلمين إنما هو لرد الحرابة، سواء كانت واقعة أو متوقعة. نعم. والإمام الغزالي يقول في كتابه المنخول عن الروم، يقول الروم إذا لم تغزى غزت. يعني ديروا بالكم، هذول الروم بيعملوا حال قاعدين كذا، لكن ينبغي أن تكونوا لهم بالمرصاد، لأنك إن لم تشغلهم بالغزو بدأوك هم بذلك. هذا شيء واضح طبعا، عندما انتشر الإسلام وشع نوره وهيمنت الحضارة الإسلامية، كل القوى الأخرى توجست خيفة من الإسلام والمسلمين وتربصت بها الدوائر. نعم. الإمبراطورية الرومانية، اليونانية، الساسانية، كل هؤلاء وجدوا أن الإسلام يقضي عليهم. معقول أن يتخذوا والله موقف المسالم؟ لا أبدا. وهذه حقيقة. لكن طبعا الرأي الآخر، وهو أحد رأيين وهو الرأي القوي للشافعية، أنه لا، نعم شرع الحرب لردع العدوان أيضا وللإدخال في الإسلام. أقوى دليل اعتمدوا عليه في هذا حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. النبي قال أمرت أن أقاتل الناس، لكن هذا دليل محل أخذ ورد. الإمام الجمهور استدلوا بكلام الإمام الشافعي، قال لك الإمام الشافعي يقول ليس القتل من القتال بسبيل، يعني كلمة أمرت أن أقتل غير كلمة أمرت أن أقاتل. فلو أن رسول الله قال أمرت أن أقتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله لكان ذلك نصا على أن الجهاد شرع لإدخال الناس في الإسلام عنوة، لكنه ما قال هكذا، قال أمرت أن أقاتل، يعني أنا أدعو الناس إلى الإسلام، فإذا قبلوا دعوتي وسكتوا مضيت مسالما. نعم، لكنني أدعوهم. لكن إن هم أبوا أن أدعو الناس إلى الإسلام وأن أنشر كلمة الحق وواجهوني بالقتال بالقتل أو بالعدوان، فلسوف أقابل عدوانهم بمثل هذا معنى. نعم. وهذا الكلام ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم صلح الحديبية، قال لممثل المسلمين سهيل بن عمرو أظن، قال أنتم أهل مكة نعم ضعفتم بسبب القتال وما إلى ذلك، فباستطاعتكم أن تستريحوا وتهدأوا ويصير في سلم بيناتنا، لكن إن أبيتم إلا الوقوف في وجه الدعوة ومناصبة العداء فلسوف أقاتلنكم على هذا الأمر حتى تنفرد سالفتي. إذا ما بدكم يعني تسالموني تتركوني يدعو الناس يا أخي، تتركوني يدعو الناس إلى الإسلام وأبينوا لهم وإن شاءوا دخلوا وإن شاءوا لم يدخلوا، لكن دون أن يقفوا موقف العدوان والمعادات لي، فأنا أدعوكم إلى هذا. لكن إن أبيتم إلا الوقوف في وجهي ومنعي من أن أبلغ رسالة الله عز وجل، إذن أنا سأقابل العدوان بمثلي. هذا معنى قولي فلسوف أقاتلنكم على هذا الأمر حتى تنفرد سالفتي. فقول رسول الله أمرت أن أقاتل الناس من هذا القبيل، يعني بعثت لأدعوهم، لكن إن وجدت أنهم يريدون أن يسكتوني وأن يقفوا من دعوتي المسالمة موقف
العدوان، لن سوف أقاتلهم على هذا الأمر. نعم. المهم أن هذا باختصار هو الجواب عن هذا السؤال. ربي عز وجل ماذا يقول لرسوله؟ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لنت لهم، قال العلماء هذا مو ضمير راجع للمسلمين، راجع للناس كلهم بما فيهم المشركون. والباري عز وجل يقول فبما رحمة من الله لنتهم، أي أن الله وضع في قلب المصطفى الرحمة بمن؟ بهؤلاء الكافرين. نعم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. طيب. إذن طيب وماذا يفعل هؤلاء العلماء بقول الله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي؟ نعم. كثير من فقهاء الشافعية، يعني هذا الموضوع موضوع فقهي لأنه كثيرا ما يتكرر، نقول ماذا قال الشافعية وماذا قال الآخرون. الشافعية يقولون هذا نسخ، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، هذا كان في صدر مد من الإسلام، لكنه فيما بعد بعد نزول التوبة نسخ هذا. نعم. وأصبح الإكراه في الإسلام واردا. أجاب الجمهور والكلام مبسوط في أماكنه، فماذا قالوا؟ قالوا كلمة لا إكراه في الدين هذه الجملة إخبار وليس إنشاء. يعني الآية تقول لا يتأتى الإكراه في الدين، لا يتأتى أن يكره زيد عمرا على أن يدين قلبه بالإيمان بالله، لأنه زيد يكره اللسان يكره الشكل لكنه لا يستطيع أن يكره القلب. والدينونة إنما تستقر في القلب لا في اللسان، يعني من نطق لسانه بشهادة أن لا إله إلا الله في دار الدنيا ولكن قلبه مفعم بالكفر عند رب العالمين، ما هو مؤمن وما هو مسلم وما بيكون عمله شيء هدول، نعم ألزمه أن يقول لا إله إلا الله. طيب يقول لا إله إلا الله لكن قلبه ملان حقد وكفر وإشراك وإلى آخر ما هو لا. فالباري يقول لا يتأتى الإكراه في الدين لأن مكان الدين القلب، ولا يستطيع أحد أن يلوي قلب زيد من الناس أو أن يدخل فيه عقيدة ويزيل عقيدة، لا يتأتى هذا. طيب إذا علمنا أن هذه الجملة جملة خبرية، هل ينسخ الخبر؟ الخبر لا ينسخ، الإنشاء هو الذي ينسخ. يعني إذا قال لك الله عز وجل افعل تصدق، نعم تصدق عندما تريد أن تدخل على رسول الله فتسأله سؤالا مثلا، هذا أمر أو نهي قابل النسخ. بعد لا طيب الآن من هلا وطالع ما في داعي تصدق، لكن إذا أخبرنا الله بشيء حصل كذا أو سيحصل كذا لا يتأتى كذا، هذا لا ينسخ، لأن النسخ يعني أن أحد الخبرين صحيح والآخر غير صحيح. نعم. فقال علماء الأصول النسخ لا يتأتى في الخبر، وإنما يتأتى النسخ في الإنشاء، أي الإنشاء الذي يتمثل في أمر أو نهي. نعم. هذا هو الذي يمكن أن ينسخ. المهم أن هذا هو الجواب عن هذا السؤال. ومع ذلك فشاعر يقول فقسى ليزدجروا ومن يك راحما فليقسو أحيانا على من يرحمه. يعني القسوة ليست دائما دليلا على كراهية وليست دائما دليلا على عداوة. الأب يقسو على ابنه، هذا شيء معروف. نعم.
لا يمكن لأحد أن يتصور أن مصدر قسوة الأب على ابنه عداوة لابنه، لا، وإنما مصدر هذه القسوة نوع من الغيرة على الولد. نعم، يريد أن لا تزل به القدم في أسباب الشقاء، يريد أن ينتشله من أسباب الضياع، ولا يتأتى له ذلك بحوار ونقاش، فنعم يقسو عليه. المهم أن هذا هو الجواب عن هذا السؤال. ومن أراد أن يعني يتوسع ويقف على مزيد من أدلة الفريقين الجمهور والشافعية وما إلى ذلك، فليرجع إلى الكتاب الذي كنت أصدرته قبل أكثر من 12 عاما باسم الجهاد في الإسلام، كيف نفهمه وكيف نمارسه. بقي أن نقول كل هذا الكلام الذي قلناه عن حب الإنسان للإنسان وأنه فرع عن حب الإنسان لله عز وجل، هذا يصدق على من كان له حظ من حبه لله عز وجل، يعني المؤمن قبل كل شيء. المؤمن الصادق في إيمانه لا يمكن أن يكون صادقا في إيمانه إلا إن كان له حظ قل أو كثر من حب الله عز وجل. مؤمن بالله وقلبه فارغ نهائيا من حب الله لا يتأتى، وربما ذكرنا الأدلة على ذلك. فكلامنا في هذا الشيء الذي تقريبا انتهينا منه، وهو حب الإنسان للإنسان فرع عن حبه لله، هذا في حق من كان مؤمنا ومن ثم كان له حظ من حبه لله عز وجل. بل كلامنا هذا في حق من كان حبه لله عز وجل متغلبا على حبه للأغيار، هما شرطان اثنان: أن يكون هذا الإنسان منطويا قلبه على الحب لله، الشرط الثاني أن يكون حبه لله متغلبا على حبه للشهوات والأهواء والمال والزوجة والأولاد وما إلى ذلك. وأوضحنا في مناسبة مرة أن ربنا رحيم ومحسن وكريم ولطيف، ما يعني طلب منا أن تكون أفئدتنا وقفا على حبه، لا، ولكن ماذا طلب؟ طلب أن إذا اجتمعت محبتنا للدنيا والشهوات والأهواء مع محبة الله، أن تكون محبتنا لله متغلبة، وهذا من لطف الله عز وجل بنا. شو قال؟ قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم، يعني يحبون الأنداد كحبهم لله. بعدين شو قال؟ قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. والله ما في ألطف من الكلام، كان متوقع أن يقول والذين آمنوا لا يحبون إلا الله، لكنه لطفا بنا قال والذين آمنوا أشد حبا لله. فهذا الكلام إنما يعني يصدق على من كان قلبه فارغا عن محبة الأغيار وفياضا من محبة الله، أو ينطبق على من كان قلبه نعم يحوي محبة الأغيار ومحبة الله، لكن محبته لله هي المتغلبة. هذا الكلام ينطبق على هذين الفريقين تماما. هذا الإنسان إذا أحب الناس أيا كانوا لا يمكن أن يتوجه بالحب إليهم إلا عندما يكون حبه لهم فرعا عن حبه لله عز وجل أكيد. وإذا نظر إلى العاصي ينظر إليه من خلال حبه لله، إذا نظر إلى الكافر ينظر إليه من خلال حبه لله عز وجل، إذا نظر إلى الفاسق وتعامل مع الفاسق لا يتعامل معه إلا من خلال حبه لله عز وجل. وأظن أني ذكرت لكم أكثر من مرة
أن السيد الشيخ معروف الكرخي رحمه الله تعالى كان يسير مع بعض تلامذته ومريديه نعم على شاطئ دجلة في بغداد، فوجد تلامذته ومريدوه نعم في داخل دجلة أناسا شباب يقصفون يلهون، وربما كانوا فسقة وربما كانوا يشربون أو ذلك. فتوجه مريدوه إلى سيدنا معروف الكرخي، قال له: يا سيدي، ألا ترى إلى هؤلاء الفسقة؟ ادعو الله عليهم. فرفع يده وقال: اللهم كما أدخلت السرور على أفئدتهم في دار الدنيا، فأدخل السرور على أفئدتهم يوم القيامة. هذا كلام إنسان يعني فياض قلبه بحب الله سبحانه وتعالى، ودعاؤه هذا طبعا متفرع عن حبه العظيم لله عز وجل، ومن ثم متفرعا يعني غيرته على هؤلاء ورحمته بهم، يعني يا ربي كمل معهم كمل معهم، إلا أنهم في دار الدنيا مبسوطين، لا تقلب لهم بسطاً شقاء. طبعا ويتم ربي بيستجيب دعاءه، شو بيصير بالهمر التوبة. قد نجد إنسانا يصلي، يأتي شهر رمضان فيصوم، يأتي موسم الحج فيتجه إلى بيت الله الحرام حاجا، وهذا إن دل على شيء يدل على أن في قلبه جزوة من محبة الله. لكن ورجل أعمال تاجر نعم ذاق لذة المال، ذاق لذة إقبالته بين يديه، هيمنة محبة المال الدنيا تجارة على قلبه وازدادت هذه الهيمنة. طيب إلى ما ينتهي أمره؟ تقع مناقضة، يقع تصادم بين تعامله مع تجارته وبين تعامله مع ربه سبحانه وتعالى. إما أن تضحي بجزء من تجارتك اليوم في سبيل مرضاة الله أو العكس، لكن باعتبار أن محبة للتجارة والمال ازدادت على محبة المال، غض النظر عنها المحرم غض النظر عنها المحرم، فهلك من وراء ذلك. نعم. وهكذا محبة الزوجة أو محبة الزوجة للزوج أو محبة الآباء للأولاد أو وهكذا. نعم. ينبغي للإنسان الباري عز وجل ما منع، قال القلب هذا غرس يعني مغرس للحب، ما في مانع تحب أهلك تجارتك، لأنه لابد ما يكون في شيء من الحب للأداة التي ينبغي أن تستعملها لعمارة الكون. نعم حكيناها هي، إذا ما في شوية حب للمال ما بتشتغل بالمال، إذا ما في شوية حب للدار اللي بدك تعمرها وتسكنها ما بتشتغل بعمارة الأرض، إذا ما في شوية حب للزراعة والاستنبات ما بتقدر تشتري أرض وتفلحها وتزرعها، وبالتالي ما حدا بيشتغل بقى بالواجبات التي كلفنا الله. لتكن قلوبكم متجهة بالحب إلى من أعطى لا إلى ما أعطى. هذه المجالس، مجالس العلم، مجالس الذكر، مجالس التقرب إلى الله عز وجل. نعم. فلو كان محبة الله عز وجل هي المتغلبة لانقاد هؤلاء الناس إلى هذه التفكيرة. لكن بما أن محبة الدنيا في الغالب دائما هي المتغلبة، ما حدا بيستجيب لهذا. هذه المجالس من هم الذين نعم يخشونها؟ هذه الطبقة المتوسطة نعم، أو مادوا نعم خفت عليهم أعباء الدنيا فتحركوا. نعم أعباؤهم خفيفة. نعم. لكن أولئك الآخرون لماذا؟ بأن محبة الله ضمرت بين جوانحهم و
ازدهرت محبة الأغيار، محبة التجارة، محبة المال، محبة النعم. وكثير من الأحيان ربي سبحانه وتعالى بيحب هؤلاء الناس أكثر ما هنين بيحبوا. واضح يعني شلون؟ بنادي بالتذكرة، بالقرآن، بدلائل الكون، بالعبار، ما شو بيعطي رب العالمين؟ بيبعث له هزة، بيبعث له هزة. هاي الهزة هي عبارة، والله يا فيك عصي الحب، هذه عصي الحب. أجل نعم، إنه هذا ما راح يصحى، ما راح يصحى بالتحبب، ما راح يصحى إلا به يعني بشيء يوخزه، فبتجي له وخزات من هون قد يصحو، بيصحو بيقول يا ربي لا تاخذني، والله كنت بعيد عنك، والله انا شغلني مالي، شغلتني اموالي، وشغلتها هلا رجعت، هلا رجعت. طيب هل وخزه حب ولا وخزه ايش؟ وخزه حب. طيب يا عمي لا تعرض حالك للوخز، خليك في المرحله الاولى، مرحلة التحبب، مرحلة الدعوة، وانت على المستوى الفاسق اللي انت فيه. نعم، الباري سبحانه وتعالى ما بيحرمك، بيخلي تجارتك مثل ما هي مزدهرة، راحتك مثل ما هي، وبسطك مثل ما هي، بس بيقول لك لا تنساني، لا تنسى اللي اعطاك، لا تنسى اللي اكرمك، لا تنسى اللي عم يغدق عليك من نامه كل لحظة كل لحظة كل لحظة كل لحظة، لا تنساني. هذا هو فكل ما قد ذكرناه كلام دقيق، لكن ينبغي أن نعلم أنه إنما ينطبق على من كان قلبه فارغا عن محبة الأغيار ووقفا على محبة الله، أو كان قلبه شركة لحب الدنيا والأهواء والشهوات وحب الله، لكن كان محبة الله كانت محبة الله هي المتغلبة كما ماشي الحال. فاللهم اجعل قلوبنا وقفا على حبك، اجعل قلوبنا وقفا على حبك، اجعلنا ممن يتعامل بالدنيا بأيديهم، وأخرج محبة الدنيا بكل ما فيها، الزوجة والأولاد والشهوات، أخرج محبتها من قلوبنا، واجعل قلوبنا وقفا على حبك أنت لا غير، حتى إذا جاء الموت تصير محبة الإنسان لله بتتغلب على آلام الموت، تتغلب شوقك إلى الله بنسيك آلام الموت، تقول لأن هل أنا الحجب راح ترتفع مما بيني وبين الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لم تبور. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، واجعل اللهم حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد للكبد الظمآن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل النعم التي تغدقها علينا وتكرمنا بها سببا لمزيد حبنا لك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذه النعم التي تكرمنا بها سلما للوصول إلى مرضاتك، سلما للوصول إلى ما أمرتنا به، تنفيذ ما أمرتنا به، والابتعاد عما قد نهيتنا عنه يا رب العالمين. اللهم إذا حانت رحلتنا عن هذه الحياة الدنيا فكره إلينا الدنيا بكل ما فيها، وحبب اللهم إلينا لقاءك، واملأ اللهم قلوبنا شوقا إليك يا ذا الجلال والإكرام. يا رب اجعلنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم، والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية، وأصلح منا ما ظهر وما بطن، أعنا اللهم على ما أقمتنا فيه بما يرضيك، ألهمنا الرشد في أقوالنا وأفعالنا يا ذا الجلال والإكرام. افتح علينا فتوح العارفين والعاشقين والمحبين والمحبوبين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. مولانا
يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا وعلانيتنا، اجعل بلدتنا المباركة هذه مكلوءة بعين عنايتك. طهرها اللهم من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها. اجمع كلمة المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام على ما يرضيك، واصرفنا واصرفهم عما لا يرضيك. خذ يا ربي، خذ يا ربي بنواصي قادة المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام إلى ما يرضيك، واصرفهم واصرفنا جميعا عما لا يرضيك، وأدم علينا جميعا عين عنايتك. يا أرحم من سئل، يا أكرم من أعطى، لا تخيبنا في آمالنا، بسطنا أكف الرجاء إليك، لا تردها صفرا، لا تردها خائبة. يا ذا الجلال والإكرام، إلهي بلغنا أنك حي كريم تستحي من عبادك إذا بسطوا أكفهم إليك أن تردها صفرا، وقد بسطنا أكف الرجاء إليك. أسألك باسمك العظم الذي إذا دعيت به أجبت، إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا في حق أنفسنا وأهلينا وأولادنا وفي حق هذه البلدة وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.